المسؤول الأمني في جيش المجاهدين حلب المحررة. أهلا وسهلا بك. منذ 10 أيام تقريبا تم تفخيخ ونسف سيارة في حي السكري، وتبين من وراء هذا التفجير خلية نائمة. كيف عثرتم على هذه الخلية وتم الإلقاء القبض عليها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من خلال 10 أيام تم تفخيخ وتفجير سيارة مفخخة في حي السكري، فصار عنا علم بهذا الشيء، توجهنا للمنطقة وبلشنا نتابع القضية ولمسات قضية أنه هذا الشخص اللي قتل بالسيارة مشاكله مع مين، غايات شغلات. فسبحان الله دارت شكوك في 3 أشخاص، فألقينا القبض على واحد منهم، جبناه من التحقيق. تبين معنا أنه هو عميل لشبيح في النظام اسمه مصطفى حمامي، وطلع عنده نشاطات كثيرة، هو مفخخ السيارة. وتم القبض على خلية كاملة تقريبا اللي هي تعدادها 3 أشخاص. الخلية هذه هل يوجد لها تكملة أو بقية في مناطق النظام، أم أنها انتهت هنا في مناطق حلب المحررة؟ الخلية يوجد لها تكملة في مناطق النظام وفي مناطق المحررة، إن شاء الله راح يتم القبض عليهم كله إن شاء الله. يوجد أيضا أشخاص في مناطق حلب المحررة؟ نعم، يوجد نساء ويوجد رجال. الخلية مؤلفة من نساء ورجال. ما هي النشاطات التي تم الاعتراف عليها على الخلية التي لم يتم القبض عليها؟ إحداثيات البراميل، يعني قصف البراميل، تصحيح قصف البراميل، إنه وين نزل البراميل، مين قتل فيه، قتلوا إرهابيين أو قتل مدنية، إحداثيات برميل بس. فقط إعطاء المعلومات للنظام، ومن ضمنها إعطاء إحداثيات لمقرات الجيش الحر؟ نعم، من ضمنها إعطاء إحداثيات مقرات الجيش الحر، وإعطاء إحداثيات العمليات، تحركات الجيش الحر، أرتال الجيش الحر، تحركاته أنه متجه لوين، وين جاي. فهذا كان ضمن شغل الخلية. هناك عمل لإلقاء القبض على بقية الخلية إن شاء الله في الأيام المقبلة، تيسير من الله إن شاء الله راح يتم القبض عليهم إن شاء الله. شكرا، الله يكرمك. إيش اسمك؟ بلال توصى. إيش بتشتغل يا بلال؟ سائق تاكسي في المناطق المحررة. كويس، أروي لي يا بلال المهمة الأولى اللي كلفك فيها مصطفى حمامي. مصطفى حمامي ساكن من سكان السكري من أول الأحداث، كان بالسكري أول ما صارت الثورة في حلب، عمل حاله طلع مناطق بسيطرة النظام، راحت فترة من الحدود تقريبا 7 شهور وهالصب دق لي تليفون، استغربت يعني من رامه، صار له زمان ما دق ودق لي هالمرة، مرحبا بلال، قلت له أهلين، قال لي أنا مصطفى حمامي، قلت له أهلا وسهلا، وروح على بستان القصر طلع لي وين نزل البرميل، أيون تقريبا أول ما صار يطلع براميل على حلب، بداية قصف البراميل، بداية قصف البراميل، رحت طلعت. بعد شيء حوالي 10 دقائق دق لي تليفون، قال لي يا بلال وين نزل برميل؟ قلت له بستان القصر مفرع العريض، قال في راحوا فيه جيش حر لمدنية، قلت له لا مدنية، قال لك هي نهاية اللي يبرق مع الإرهابيين. رجع تقريبا نهار نهارين دق لي تليفون، قال لي رو على منطقة كلاشي طلع وين نزل برميل تاني، رحت كمان قلت له مدنية، قال كل شيء يبرق مع جيش حر هيقدر تكون نهايته. كويس، يعني المهمة الأولى تتضمن إحداثيات براميل وميد مال في قصف البراميل. نعم. كويس، المهمة الثانية. المهمة الثانية قال لي دبعت لك شخص مشان تأمل لي تنزله على البلد مع حدا، شوفير ميكرو، شوفير تاكسي، حدا بتعرفه، قلت له ما في مشكلة بعته، بس إيش وضعه هيك؟ قال لي هذا وضعه سابي مصالحة. المهم أجا فريد عجم لعندي، قال لي يا بلال أنا اللي حكى مشان محمود مصطفى حمامي فياني، قلت له ما في مشكلة بكره الصبح بشوفك. المهم نزلت لعند مصطفى طجو، حكيت مع مصطفى طجو قال لي جيبه. ايش بيشتغل مصطفى طجو؟ شو سايق مكره. كويس، يعني امنت الشخص اللي طلبه منك مصطفى حمامي، امنت نزلته مع الشوفير اسمه مصطفى طجو. نعم. اللي هو جيش حر مزبط وضعه. مزبط وضعه هيك. كم شخص تقريبا نزلوا معك هن جيش حر مزبطين اوضاعهم على النظام؟ من حوالي 10 8 10، يعني بالربع. 10 أشخاص تقريبا. لا، في منهم مدنية وفي منهم مطلوبين لجيش الحر. نعم، يعني في مطلوب لجيش الحر أو سارق أو حرامي أو قاتل، وفي منه جيش حر زبط وضعه. نعم. كويس. طيب المهمة الثالثة. المهمة الثالثة طلب مني نوين في مقرات. نعم. قلت له في مقرين بالسكري، مقر للزنقي ومقر لابناء الصحابي
مقر آخر تل الزرازير لجبهة النصرة. نعم. المهمة الرابعة اللي طلب مني بده أسامي جيش حر. هاي شلون أعطيته يعني كمان كذا اسم بس اللي متذكره هلا عصام زيتوني وأحمد زيتوني وخالد شويس تقريبا، وفي واحد بيت الهراء. كويس، طلب منك المهمة الرابعة إنه أعطيني أسامي اللي بتعرفوا أنت منتسبوا للجيش الحر. نعم. كويس، طيب يا بلال المهمة الخامسة والأخيرة إيش كانت؟ بعت لي أبوي مع مرته عشان أحط له لبعض الظهر كل. شلون؟ أجت مرته دقت الباب يعني أول نهار أجت فيه، مرحبا قلت الأهلين تفضلي، دخلنا حرمتي بيركي. بعد خمس دقايق طلع مرتي ومساوي قهوة، فزت مخلوقة تساوي قهوة، قامت طالعت بين الأغراض بالكيس من الأكياس طالعت أبوي قده. نعم. ومع جهاز أعطتني إياها وقالت لي أحكي مع مصطفى، وقالت لي خبيها وما تشوفها مرتك. خبيتها أنا وطلعت بعد شي حوالي ربع ساعة أحكي مع مصطفى حمامي، قال لي هاي بتحطها لبعض هرجل. قلت له بشان إيش؟ قال لي طلع شغلتك أنت، وإذا ما بتحطها بصير أبعث لك رسائل إنه أنت عامل مع النظام. بعدين يعني حوالي شي شهر أربع خمس أيام ما رد عليه، بعدين قال لي بعطيك بيت نبيوتي اللي أنت ساكن فيه اللي أنت ساكن فيه بالسكري. هون أنا يعني نهار الجمعة بحدود أربع ونص خمسة الصبح حطيت العبوة ورحت على البيت، صار الساعة سبعة ونص رحت عند الصواج، كان سيارتي مساوي حادث عبا صوجي، وشفت أبو عبدو هرجل نازل من البيت عم سلم على العالم. قربت لشي مسافة قريبة عليه، مسافة التقاطع شارع. نعم. مسكت هيك ومثل ما علمني مصطفى إنه على الكبستين تفجر العلبة. نعم. حطيت العبوة أنت الساعة أربعة صباحا فجأة أربعة ونص خمسة طلعت الصباح. على البيت نمت ورجعت نزلت الساعة تسعة عشرة. لا قبل نزلت لاني كنت وقت الصواج مشان اضبط السياره عنده. كويس، طبعا فجرته وين كان هرجيل؟ كان بسيارته ولا جنبه؟ كان طالع بقلب السياره. طلع في سيارته. نعم. اكدت انه طلع. نعم. فجرته بالكبستين اللي علمك عليهم مصطفى حميمي. نعم، كبسه واحده اقول لك مرتين، هي كبسه مرتين تفجر. نعم. وفجرت. نعم. وش صار فيه هرجيل؟ ما بعرف. طيب ماشي تمام، ندمان على شيء يا بلال؟ اكيد. يعني اشي سويته صح ولا غلط؟ غلط. طيب ايش بتقول لغيرك اللي بيتعامل مع النظام؟ ايش بتقدم لنا؟ بنصحه يجي يسلم حوله اذا ما في عليه شيء، ويجي يتعامل معكم اشرف من 100 نظام، لان النظام فاشل. عم بشوفه مين بوضع حاجه ماده، بوضع انه ما في مين يساعده، عم شلو بيعطوا. نعم، من ناحيه ماده عم بلعبوا بعقول الناس. نعم. طيب ماشي، ايش اسمك؟ مصطفى الجو. ايش بتشتغل يا مصطفى؟ بشتغل على الميكرو بين حلب والنظام، بين المحرر والنظام. كويس، سائق مقرو. سائق مقرو، نعم. طيب ايش كانت مهمتك يا مصطفى بين بلال ومصطفى حمامي؟ كان مهمتي بين بلال ومصطفى حمامي بعت معي بلال اشخاص اوصل لهم لمصطفى حمامي. ايش بيشتغلوا الاشخاص اللي بعتهم معك؟ من جيش الحر يبعتهم معي لهنيك لعند مصطفى. يعني الاشخاص اللي يجوا معه مظبط اوضاعهم؟ طبعا مظبطهم بلال، مصالحه وطنيه مظبطهم بلال يوصلهم لهنيك. كويس، مهمتك تاخذهم توصلهم. نعم. لمين؟ لمصطفى حمامي. مصطفى حمامي ايش بيشتغل هني؟ شبيح. كويس. طيب المهمه الثانيه؟ المهمه الثانيه بعت معي مصطفى حمامي مسرات اوصل له اياها لبلال. نعم، جيب مسرات من الشبيح مصطفى حمامي اعطيها لبلال للعميل اللي بمناطق المحرره اللي هو بلال. نعم. توصل. نعم. كويس. طب انت يا مصطفى ذكرت لي حادثة صارت معك اثناء عملك على الميكرو. نعم. اذكر لي اياها. مرة في سائق معي اسمه مالك ريحاوي، اجتمع هنيك هو ابن حماد، ابن حماد شبيح، طلب منه يجيب له اشخاص من هون من المناطق المحررة من جيش الحر يسلمون لهنيك لهذا الشبيح. نعم. طلب انه مالك ريحاوي قال له انه ما عندي انه شيء انيمه، قال له مني شغلت مهارين بعطيك علبة مخدر حط لهم فيها بين القهوة والشاي بتنيمون فيها. فعلا بعد نهارين ابن حمال مالك أعطى علبة مخدر وقال له نيمون انت جاي فيهم على الطريق بالقهوة أو بالشاي. نعم. نيمون فعلا، أخذناهم من هون. من وين شلتوا؟ وين المنطقة؟ من قبل باب الحديد، كان وعدهم مالك ريحاوي وشالهم من هنيك على أساس إنه بيعرفوا حالنا رايحين على باب الهواء. يعني هن زباين مالك؟ هن زباين مالك. نعم، عنده طلعوا معه؟ هن بيعرفوا حالهم رايحين على باب الهواء. نعم. تركيا.
كويس. ببعد كفر حمراء وقف مالك اشترى قهوة لكل الركاب. نعم. ومن بينات هدول الراكبين قال لي عيفوا هدول لا تعطيهم انت القهوة، ضيف العالم وعفي هدول اثنين. فعلا اخذت القهوة انا ضيفتهم للركاب وهو عاف الكاستين اعطوهم اياهم للشابين. حطنهم فيها شوية مخدر وناموا على الطريق. عند حاجز السعن كان عم يستنوا اولاد حمان هيك سلموا للشابين. طيب حواجز جيش الحرب اللي قبل حاجز السعن، هون في حاجز لجبهة النصرة وفي حاجز للجيش الحرب. ما عديتوا عليهم؟ ايه هون هذا في ملك بيعرف طريق ما بعدي منه. كويس، يعني اختصر طريق الحواجز الجيش الحرب؟ نعم. تمام. وسلمون مين استلمون هنيك؟ ابن حمالة مالك. اللي هو ايش شغلته؟ شبيع. تمام، الله يعطيك العافية. نعم. ايش اسمك؟ مالك ريحاوي. ايش بتشتغل يا مالك؟ بشتغل شوفير مكرع خط حلب حلب. كويس يا مالك. ايه. اروي لي القصة اللي صارت معك. القصة اللي صارت معي طلب ابن حماي مني يمان، يمان بيشتغل متطوع في الأكاديمية اللي عند دوار الموت. طلب مني شخصين، إنه هالشخصين هو في خلافات بينه وبينهم كرمال ورشة الشغل، وأنا بعرف واحد من هالشخصين هذول من الجيش الحر. فطلب مني إنه بس يطلعوا معي أوصل له إياهم. قلت له ماشي. فقلت له أنا شلون بدي أطلع لك إياهم شلون كذا؟ قال لي أنا بعطيك حب مخدر لا تروح هاي السفرة وترجع بعطيك حب مخدر. قلت له ماشي. رحت السفرة ورجعت، اجى لعندي على الحزام الأخضر محل ما بنخصم السيارات عند دوار الصنم، أعطاني هذا الظرف. فلما نزلت الشباب بيطلعوا معي بيروحوا بيجوا معي على باب الهوا كتير. يعني الشباب زباينك من الأصل؟ نعم. واحد منهم جيش حر مع مين؟ واحد منهم بالجيش الحر كان مع الصف الإسلامي أنا بعرف. نعم. المهم طلب مني إنه أوصل له إياهم. فلما وصلت طلعت صبيت سويت قهوة بكفر حمراء، وقفت في كفر حمراء وسويت قهوة، ضيفت الركاب كلياته وسويت القهوة لهم معي. بعد يعني ما الشابين بعد ما انت حصلت على الحبوب المخدرة من ابن حماك يمان رجعت على المناطق المحررة، فالشباب هنن زباينك؟ نعم. حكوا معك ضيفوا على السفرة؟ استنيتوا الوقت مطلوع معك سفرة؟ تاني نهار. كويس، تاني نهار طلبوا منك تطلع معك سفرة؟ تاني نهار لا البعده على ثالث نهار. نعم. كويس. فلما طلعوا معي الشباب وقفت في كفر حمراء وسويت قهوة بكفر حمراء وحطيت المخدر كله قهوة. نعم لكل الركاب. نعم. هو أنا بوقف بشكل دائم بكفر حمراء بسوي قهوة لكل الركاب. نعم. سويت قهوة للركاب وسويت لهم قهوة وحطيت لهم المخدر. نعم. لبعض نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة مشيت ما بقى يعني ما نصحين هني خالص. نعم. حملت حالي ايه حملت حالي وكملت سيري. دقيت له ليمان قال لي يمان انا ما في مشكلة. وصلت لأول حاجز النظام. دقيت ضمنت يمان انه الشابين معي وناموا وانا جاي الطريق. ايه. تمام. وصلت ولا يمان على اول حاجز النظام هو وعمه. ايش اسمه عمه؟ جهاد الكردي. جهاد كردي. جهاد كردي. كانوا بانتظارك على أول حاجز. لقيت أنا أول حاجز بالنظام. كويس، استلموا منك شخصين. أيوه. إيش كان معهم سيارة؟ كان معهم سيارة بكاب سكودا. كلبتشوهم وخذوهم. إيه طلعوهم بقول بالسيارة و استلموا. إيش شو أعطوك مكافأة مقابل هذا الشيء؟ ما أخذت أنا مصاري. يعني هاي تعتبر خدمة لابن حماك مثلا. أنا ما أخذت مصاري خالص. طيب ماشي. يعني لحد الآن ما أخذت شيء بس طيب بإذن الله بدي أخذ إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك.